أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. البيت الأبيض ينفي ما ذكرته مجلة فورن بوليسي بأن واشنطن تدرس إمكانية سحب قواتها بشكل كامل من سوريا. منظمة اليونيسف تقول إن 2.4 مليون طفل خارج المدرسة وواحدة من كل ثلاث مدارس لم تعد تستخدم للأغراض التعليمية، وتطالب بدعم حق الأطفال في التعليم وحمايته في جميع الأوقات. الجيش الوطني بالتعاون مع الشرطة العسكرية يضبط أحد مروجي المخدرات بحوزته 77 ألف حبة كبتاجون في محيط مدينة الباب شرقية حلب. وفاة طفلة شيماء بنت عبد القادر الحماش 6 أشهر وإصابة والدتها بجروح بعد سقوطهما من على دراجة نارية في مدينة الباب شرقية حلب وفق مراسل حلب اليوم. وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 56 عنصرا من تنظيم بيكيكي في شمال سوريا ردا على 17 هجوما خلال الأسبوع الماضي. مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق لدى سلطة الأسد معمر دكاك يتحدث عن انطلاق مشروع تأهيل مجرى نهر بردة بداية شهر حزيران القادم بكلفة 8 مليارات ليرة سورية.